22 محافظة في البلاد صنفت نقاط حمراء لانتشار بؤر العدوى بفيروس كورونا، تصنيف أعلنت به وزارة الصحة دخول البلاد المرحلة الثالثة في مواجهة الوباء، مرحلة تتميز بسرعة انتشار عدوى الفيروس بعد أن بلغ عدد الإصابات نحو 7000 حالة جلها ناتجة عن عدوى محلية منذ فتح الحدود نهاية شهر يوليو الماضي. احنا توا في المرحلة الثالثة من انتشار الوباء، سمعتها المرحلة الثالثة كما قلت سيادتك، هو تصاعد عدد العدوى، ارتفاع في نسق العدوى، واللي يجبرنا توا للتعايش مع هذا الفيروس. قرايتنا، خدمتنا، اقتصادنا، مسؤوليتنا، ذاك يلزمنا نحافظوا عليه جد. سرعة انتشار عدوى وباء كورونا باتت تثير خوف التونسيين، سيما بعد أن أعلنت السلطات عدم قدرتها على إعادة الإغلاق وفرض القيود على الحركة من جديد بسبب تداعياتها الاقتصادية السلبية. بها ماهوش حل، كونفينمون معناها كل شيء باش يقف، معناتها كل شيء باش يقف، يعني البلاد باش تقف معناها والاقتصاد باش يتيح، نخدموا معناتها نقعدوا نتواصلوا كل شيء، أما زادة ما ناخذوا بالنا معناها وكل واحد نبعدوا على بعضنا ونحاولوا نحميوا بعضنا. ثم خوف، ثم إمكانية شي يفقدوا السيطرة، خاصة إذا المواطن ما يلتزمش. ديما نرجعوا راهو هذاك هو السبيل الوحيد. شي معناها يحمي روحه، مش معناها هو مش يحميه، هو يسمسها يحمي روحه. الخشية من فقدان السيطرة على انتشار الوباء زادت بعد فتح المدارس والمعاهد أبوابها بداية الأسبوع الحالي أمام أكثر من 2 مليون تلميذ، وقد نبهت نقابات التعليم إلى غياب وسائل الوقاية الكافية من الوباء داخل مؤسسات تعليمية عدة. تتحدث عن البروتوكول الصحي وإحنا في قلب العاصمة، حتى شيء ما هو موجود، حتى شيء ما هو موجود، وخاصة ما ننساوش حتى قبل ما نتحدثوا على البروتوكول الصحي، احنا مدارسنا ومجموعاتنا الصحية مهترئة. السلطات أنشأت 6 مستشفيات طوارئ جديدة تحسبا لعجز المستشفيات عن استيعاب أعداد المصابين، رغم تأكيد وزارة الصحة أن 82% من حاملي الإصابة لم تظهر عليهم أعراض المرض، وأن 150 مصابا فقط تم إيداعهم المستشفيات. خوف من أن تفقد السلطات التونسية السيطرة نهائيا على رقعة انتشار فيروس كورونا، مع استحالة العودة إلى الإغلاق التام وفرض القيود على الحركة مجددا نظرا لكلفتها الاقتصادية الباهظة. توفيق عياشي، الحرة، تونس.